الو الو، ازيك يا محمد؟ ازيك يا ماما؟ عامله ايه؟ ازيك يا حبيب قلبي؟ اخبارك الحمد ايه؟ لله. اما براوة براوة، ايه الاخبار؟ الحمد لله كله تمام، تمام عسل يا قلبي. انا مبسوطة منك وعايزاك تفضل كده على طول. ان شاء الله. بس ايه يا الاخبار؟ محمد الايفال عجبكو؟ اهدى، الايفال؟ كل حاجة تحفة. لا والله. والنهاردة عبد الحليم، عبد الحليم عسل. انا اتلخبطت في شكلك. كلم مها، انت ده عسل يا حبيب قلبي. ايه حلم؟ يا ما عظمة على عظمة، ده انت كنت مسخرة. بص، مصر كلها بتضحك عليك وعلى اللي انت عملته، عاجبهم جدا. ربنا يوفقك وعايزك تفضل كده. خلي ماما تكلم علي، تسلم عليا ونسيم. يلا علي ماشي يلا. ماشي. الو، ازيك يا تمام. علي؟ اهلا يا محمد، اخبارك؟ ازيك يا مش حبيبي؟ عارف ام حبيبي محمد ولا تمام، انت اختي، يعني كيفك؟ المهم مش تمام. هتفرق يعني. ازيك يا علي؟ تمام ماشي الحال، انت كيفك؟ كله تمام. ازيك يا حبيبي؟ بحبك قوي يا علي، طب اديها وبموت نسيم، في ادي نسيم اخلاقك بسرعة عالية قوي قوي، عشان ما يموتش. وانا بم... وبحب صداقتك مع محمد قوي، ولا وبدعي لك والله. حبيبي ولا محمد اخويا. ادي نسيم، انا ادي نسيم. خليكم كده قدام الكاميرا، اشوفكم انتوا الاثنين وانتوا بتعيطوا. هيموت. ازيك يا ابو محمد؟ ولا انا نسيم؟ ولا انا نسيم؟ انا نسيم. اهلا، ازيك يا نسيم؟ ازيك؟ ازيك يا قلبي؟ ازيك يا انت طه؟ بقى فاكر يا في طه الاكاديميه انا مش كلها. الاسلوب انت اللي الفكره كلها يا نسيم. بحبك يا نسيم وانا قوي. بحب، وانا بحبك جدا. الو الو، بسمعك. سامعك؟ الو، سامعك سامعك. ازيك يا نسيم؟ الحمد لله، وانت ازيك؟ بلغوا سلامي لهايدي، وعايزاها تكلمني المكالمه الجايه. وبنحبكم قوي، ومصر بتحبكم، ودمك زي العسل، وسلامي السلام. العالي، والسعوديه كلها مبسوطه بيك. ثانك يو ثانك يو، بسلمني على الكل ان شاء الله ان شاء الله. ماما كده سليفان. ايفان، ما خدمتيش يا هنا، ما خدمتيش مزيان، ما خدمتيش. قلت لك نزلتي له ورقه، اكتبي مزيان. شنو قالوا الاساتذه؟ ده ما عجبهمش المقدمه والعاد والخد، ما تكتبيش يا هنا، تدخل تكتبي. واخا هما شنو قالوا؟ شنو قالوا هما؟ لا ما سمعتش مزيان. المهم ما خدمتيش مزيان، خصك تخدمي مزيان. هما ما عجبهمش، ما عجبهمش ليفان. حنان انا ما عجبنيش ايفان، اجتهدي. انا ماما قالت لي ياك حنان، ديما كنقول لك المقدمه وسميتو والخاتمه. حنان علاش ماما فاش كتقول لي حنان؟ علاش كتقول لي كنفشل وكيكون صافي؟ ماما كتقول لي علاش؟ عارفه كان عندها الحق، شافتك باللي غلطتي. كتقول لي ماما حنان انا وضعي ماشي بحالكم نتوما، انا وضعي ثلاث مرات انا نوميني. واش فهمتوا البلان ولا ما فهمتيش؟ فاش تقول لي فاش تقول لي في الايفال حنان هذه ما درتيهاش مزيان، انا علاش غنبقى في البروغرام؟ ماشي حسن ليا صراحه، يعني صراحه انا حاولت وكتبت ودرت، في الاخر فاش كتدخل كيتنسى ليا كل شيء، علاش غنبقى هنايا؟ يعني انا ما فهمتش. لا معاك بصح، صافي وصلت الطوب، وصلت الزمان. ايه ماما مخرج علي، ما كانش لها تقول هذاك معاك بحال هكا اصلا، فهمتيني؟ وما عرفوش الضغط دابا هي فيها اصلا. دابا هي ما دابا هي مسكينه، ما باغاش تكذب عليك، فهمتي؟ ما تقول لك اللي كاين بالضبط، ما باغاش تكذب عليها. وهي ما عارفاش باللي حنا كنعيشوا ستريس، اي كلمه زوينه كتاثر فينا، اي كلمه زوينه كتساعدنا، واخا نكونوا حنا ما دايرين تقول لنا كلمه زوينه. والله كذبوا علينا، والله العظيم اقسم بالله. ما انت الخوي باش نكمل حتي يخدموك يا حنان. دي ماما فهماني، دي ماما ما عشان كده عايزاك تركزي. دابا ماما فهمتي، دابا ماما كتهضر معايا كان ما عارف. دابا الناس باقا ما عارفاناش حنا اش كنعيشوا، كنعيشوا ستريس ديما ديما ستريس ديما. انت موجد، ديما انت موجد ايفال، ديما موجد برايم. بجد كلمه حلوه بتودينا كده، وكلمه وحشه بتودينا كده. فهمتي؟ من هنايا كنقول كاع العائلات ديال الناس، بليز بليز قولوا 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 للمشتركين كلمه زوينه، يعني ما تقول كاع كذبوا عليهم اسيدي، حنا عارفين حنا في ستريس، يعني اي كلمه كتاثر فينا، اي كلمه زوينه خايبه كتاثر فينا، يعني زوينه كتهز من المعنويات ديالنا. احسن 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 حاجه نكونوا يعني يقولوا لنا كلام زوين، فهمتيني؟ نان بغيت تخبريني؟ سبحان الله، دائما المشاكل بتجي انا بالدنيا، ما بعرف انت وشو؟ اي راح اخبرك اكيد. نوميني انا مروان. الله
شوف 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 سيبة من ورايا من تصرفاتي أنا أنت؟ ما اللي هي؟ تعرف عفايف تفهم أنت ما دخلك يمكن أنا عن اللي حكين عنه أول شيء عن شان؟ إيه ما تعت لهم كثير كبر الموضوع على فكرة أميك معصبة مني كان كثير وبي كمان هذا حمد تنحل وحياتي من حد حنان بيكون رواء لا إذا عصبت بينحل الموضوع لا ما في شيء ما في شيء تسمع كلمة أمي بشو صار واحد اثنين ثلاثة بتنحل ما تعال ما تزدي على حالك وأنا حدك أنت تحل الموضوع إذا أنا شو يا دوب شو تكلم شو ها؟ تكلم مع رواء لما تمي ما عم ينسمع ما ينسمعش وانت شو شايفة الغلط دايم صار لا تزبط شو كل شيء سمع انا حدي اللي بيصير عليك بيصير علي نوفل الصفحة نوفل الصفحة بس خلي